اهلا بكم مع فيديو جديد من قناة نصنع المعلومة. الكرتونة اللي معانا دي النهاردة لمايكروويف من LG. احنا زي ما اتعلمنا لازم نقرا اللي على الكرتونة كويس. ده سمارت انفرتر، في نوع تاني نفس ال 42 لتر بس مش انفرتر، تمام. طيب المايكروويف ده بيتميز بان هو موفر للطاقة وسهل التنظيف، تسخين متساوي، بيدوب التلج بالتساوي، طهي سريع. الناس اللي استخدموه يعني قالوا عليه بعض الايه المزايا اللي احنا قلناها دلوقتي، تمام. اداؤه ممتاز، يعني LG بتعمل منتجات ممتازه يعني. طيب اللي قبله عيوب ان الشاشة زي المرآة فبتبصم بسرعة، بيظهر بسرعة على جسم الميكرويف اي اتربة، تمام. غير كده هما بينصحوا بيه يعني. طيب شكل المايكرويف، اولا ده شكل الكرتونيات، هي شكلها كبير بس يعني مش تقيلة اوي، تمام. هنوري لك دلوقتي برضك ايه المايكرويف والشكل بتاعه. ده شكل المايكرويف اهوت،